أكثر من أربع سنوات والفساد يخنق لبنان سياسيا واقتصاديا في واحدة من أسوأ أزمات البلاد على مر تاريخه أدت منذ نهاية عام 2019 إلى انهيار اقتصادي وصل إلى حد الإفلاس مع انهيار الليرة اللبنانية لتسجل مستويات قياسية حتى يومنا هذا حيث وصل سعر الصرف إلى مليون وخمسمائة ألف ليرة مقابل كل مئة دولار أمريكي مشهد قاتم كقتامه قطاع الكهرباء الذي يترنح ويترك لبنان غارقا بالظلام منذ سنوات، مع وجود عشرات قضايا الفساد في ادراج الهيئات الرقابيه والقضائيه تتعلق بالاختلاس والتهريب وغسيل الاموال وعقود الاتصالات وهدر اموال الضمان الاجتماعي والشبهات في ادويه وزاره الصحه، وهدر اموال مرفئ بيروت وصفقات المطارات المشبوهه، وتبييض اموال عشرات العقارات وغيرها الكثير ملفات فساد تحتاج الى ثوره اصلاح سياسيه قبل ان تكون اقتصاديه مع تحكم احزاب الحكم بمقاليد مواقع مهمه في اداره الدوله اللبنانيه ادت الى افراغ مواقع الرئاسه ورئاسه الحكومه وحاكميه المصرف المركزي مما تسبب اولا بخلافات سياسيه غير مسبوقه وانعدام الثقه بالنظام الاقتصادي والمصرفي مما ادى الى تراجع قيمه احتياطات لبنان بالعمله الاجنبيه خلال عام 2023 المنصرم الى 9 مليارات و280 مليون دولار امريكي مقارنه ب 36 مليارا و390 مليون دولار امريكي في نهايه 2019 اي قبل اشهر قليله من بدايه الازمه في لبنان. ويرى صندوق النقد الدولي ان السيناريو الذي يجب على لبنان اتباعه لتحقيق التعافي الاقتصادي يعتمد على خطه اصلاحيه مؤلفه من خمسه محاور رئيسيه هي اعاده هيكله القطاع المصرفي وتجديد السياسه النقديه واعتماد سياسه ماليه جديده تحقق استدامة الدين ومعالجة الوضع في المؤسسات العامة وتعزيز أطر مكافحة الفساد وغسل الأموال ومكافحة الإرهاب وبعد نحو أربعة أشهر على اندلاع الحرب في غزة وانغماس حزب الله اللبناني بتبادل القصف مع الجيش الإسرائيلي على طول الشريط الحدودي تبقى الأزمة السياسية المتمثلة بشغور منصب رئيس الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال هي الطاغية على المشهد في ظل غياب أي مبادرات قريبة لحل الانقسام السياسي العمودي المتجذر بتجذر المحاصصة الحزبية